في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا، يضطر عدد من المهاجرين المغاربة والأفارقة سواء الشرعيين أو غير الشرعيين للتفكير في العودة إلى بلدانهم. في منطقة ألميريا جنوب إسبانيا يعيش عدد كبير من هؤلاء بين مطرقة الأزمة الاقتصادية وسندان التفكير في الهجرة المعاكسة، لا سيما بعد أن قامت السلطات المحلية بهدم عدد كبير من بيوت هؤلاء. بحر من البلاستيك، آلاف الهكتارات من البيوت الزجاجية لإنتاج خضروات غالبها للتصدير، لكنك إذا أمعنت النظر ستجدها أيضا بيوتا لعمال فقراء. معظم هؤلاء كانوا يعملون في شركات وأرغمتهم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا لامتهان الفلاحة. فقد حسن وحيد وظيفته في مجال الإنشاءات في برشلونة وانتقل إلى ألميريا للبحث عن عمل داخل هذه البيوت. البيت ليس إلا حاوية للبضائع يتقاسمها مع أربعة من رفاقه. إننا نضيع أيامنا وحياتنا هنا عبثا، هذه هي أحوالنا. يقول حسن إنه عمل في جني الطماطم مدة 10 سنوات والآن يتلقى أجره قطرة قطرة. في ألميريا وحدها أحصت نقابة ملاك المزارع أكثر من 45,000 مهاجر غير شرعي، لكن ورغم ذلك عجلة الإنتاج لا تتوقف، فالمحاصيل ترد يوميا على الشركات التي تتولى التصدير. لكن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها هؤلاء هو الحصول على قروض من البنوك لتغطية تكاليف الإنتاج قبل بيعه وتسديد الديون. نواجه مشاكل جمة لشراء البذور وتوفير مياه الري وسداد أجور العمال. النتيجة فقدان الكثير من العمال لوظائفهم واضطرارهم للعودة من حيث جاءوا، لكن حتى هذا الحل ليس متاحا للجميع. رأسي مملوءة بالمشاكل والشغل الشاغل التفكير في مصير أبنائي ووضعي هنا بدون وثائق إقامة. وعندما يسدل الليل خيوطه يعود يوسف إلى شيء يشبه البيت ويستسلم للتعب بعد أن يتناول رغيف خبز علّه يعينه على يوم جديد قد لا يختلف عن سابقه. معنا من الرباط عبد العالي بروكي الباحث في قضايا الهجرة. سيد بروكي، الفقر في الوطن غربة، إلى أي مصير يعود هؤلاء إلى الوطن؟ أظن أن مسألة لا تتعلق فقط بهؤلاء، لأن هؤلاء نتحدث الآن عن مهاجرين يعني يتوفرون على وثائق وعلى أوراق وليسوا مهاجرين غير شرعيين أو غير قانونيين فقط، إنما الأمر من قبل كنا نتحدث عن هذه الوضعية عن مهاجرين غير قانونيين الذين يستغلون في المزارع وفي حاويات ما يسمى بالحقول البلاستيكية إلى غير ذلك. الآن الأمر المهاجرون نسيان في الوضعية، لكن الأمر معقد جدا، ويجب أن لا نغفل أن هناك كذلك استغلال كبير من طرف الشركات لهؤلاء المهاجرين، سواء منهم الذين يتوفرون على وثائق الإقامة أو الذين لا يتوفرون عليها، لأن هناك كذلك أزمة وهناك من يخلق الأزمة حتى يتهرب من أداء الضرائب وأداء الأجور. طيب، كما هو معروف هذه ربما أعباء إضافية على المغرب. كيف ستواكب المملكة عودة هؤلاء؟ ما الذي يجب أن تضعه كأولوية؟ بالنسبة للتدابير، فمنذ سنة 2009 هناك الحديث منذ بداية الأزمة في إسبانيا، وكذلك في 2010 تم عقد عدة لقاءات من أجل هناك توصيات كثيرة تم الخروج بها في لقاءات متعددة في اعتماد نظام مساعدة قضائية وقانونية لهؤلاء المهاجرين، خاصة منهم الذين يرغبون في العودة للمغرب. ثم هناك كذلك الآن حاليا المغرب فتح سوق استثمار للمهاجرين الذين يتوفرون على قدر من المال، وهناك تسهيل في المساطر لخلق المقاولات وإعفاء الضريبية، وحتى هناك مساعدات بنسب إلى 10% مثلا بالنسبة للراغبين في فتح مقاولات أو الاستثمار في المغرب. لكن هذا الاستثمار ليس كل المغاربة المهاجرون العائدون قادرون على فتح مقاولات واستثمارات في المغرب. شكرا لك عبد العالي بروكي الباحث في قضايا الهجرة، كنت معي من الرباط، شكرا لك.